السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة يوميات سيدتي، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد وفكرة جديدة. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الفكرة، بعد عاوتاني شي شوية من الطياب وغادي ندوزو للدي اي واي ولا الأعمال اليدوية. الفكرة ديال اليوم إن شاء الله اللي هي واحد ديكور كنستعملوه في يعني كتزين فقط في الكوزينة ديالنا، يعطينا واحد الرونق للمطبخ. ندير الثوم كتعرفوا دابا كيديروا الاكي ولا خضره ولا سليلات فقط للديكوراسيون ديال لا كويزين. الوغ هنايا قلت انا في عوض ما غادي نمشي نشري انا هذاك، غادي نصاوبو بيدي يعني بادوات بسيطه ما يحتاجش بزاف ديال الحوايج. اول حاجه غنحتاجها فينا طلاوات، هذاك اللي كنعمرو بحال القطن اللي كنعمرو به المخاد. عندي هنايا خيط غليظ ولا الصوفة، وعندي هنايا بلاستيكة بيضاء، وبطبيعة الحال غادي نحتاج المقص. اذا نبداو على كتله، طريقة بسيطة وكيجي المنظر ديالهم زوين كما غتشوفوا معايا في الاخير. اذا غادي نحل هاد الميكه بهذا الشكل هكا، وغادي نبدا ناخذ هاد اللوط ديالي نحاول نديرو على شكل كره بهذا الشكل، ونلويه في هاد البلاستيكه بهذا الشكل، نحاولوا ما امكن يجينا دائري. وناخذ الخيط وغادي نبدا ندير بهذا الشكل هكا، غادي نخلي واحد شويه ديال الخيط اللي به غادي نبدا نعقد هكذا. نعقدو باش ما يتفسخليش، وعاد نقطع البلاستيكة. المهم هنا من عقدت انا عقدتها هنايا مزيان، نعاود نزيدها عقدة ثانية باش نضمن انها ما غتحلش. وعاد نقطع داك الفائض ديال البلاستيك بهذا الشكل، ما غنقطعش من الجدر وانما غادي نخلي واحد شي شويه باش ما تفسخناش. الوغ الخيط الطويل هو اللي غادي نبدا نلوي. شوفوا معايا هذه الدائره غنقسمها في النص، غندور جوج دورات بالنص هكذا، ومن بعد نبرك هنا باش ما تحركليش، ونقلب للنص الاخر يعني بحال غنقسمها عاوتاني على النص اتجاه المعاكس هكذا. هانتوما ونعاود نقسم داك الربوعه بجوج، دائما كنبرك هنا باش نحكم الخيط. عاوتاني ندير داك الربوعه نبركهم عاوتاني بهذا الشكل هكا على النص، نفس الشكل بالنسبه للربع اللي بقى لي. دائما كنحكم الخيط بيدي، نحاول ما امكن نجيب داك الربوعه مقادين. انا غادي نحاول بطبيعه الحال ما امكن نجيب ربوعه مقادين، ولكن كيبقى في الاخير انه ما يمكنش يجيو كلهم مقادين. اصلا نتوما مره كتلقاي وحده كبيره وحده صغيره وحده غليظه وحده، يعني سي نورمال انه ما غاديش يهبط باش يجيو نتوما الطبيعيين.
وصافي غادي نعقد مع داك الشويه ديال الخيط اللي بقى لي هنايا باش ما تفسخليش. نحاولوا ما امكن نخليو داك الخويط طول شي شويه باش نلقاو فين نعقدو في الاخير، داك الساعات نقطعوه بهذا الشكل. اذا هذا هو الشكل ديال الثومه. مازال غادي نزيد نديكوريه، انا وريتكم هي الشكل. نعاود معكم واحده اخرى، الثومه ديروا القياس اللي بغيتوا، انا هذه جات صغيره، يمكنكم ديروا القياس اللي بغيتوا طبعا باش ملي غادي نلوي ندير هاد الكوبه ديال اللاوط تكون كبيره. وبنفس الطريقه غادي ندير معكم واحده اخرى هكذا، نتمنى هذه تكون اوضح، يعني حنا كنحاولوا نديروه على شكل دائري. ونبدا نلوي كما قلت قبيلات هكذا، نلوي وناخذ الخيط ديالي نبدا نلوي من التحت بحال كنزيرها. غادي نعقدها كما قلت قبيلات، غادي نعقد باش ما يتفسخليش جوج ديال العقدات، وكنعقد عقده وحده نحيد هذا الفائض ديال كيديرونجي، نحيدو كما قلت ما نقطعش من الجدر. انا عقدتها هنا مزيان جوج عقدات باش ما تفسخليش. غادي ناخذ طبيعه الحال الخط الخيط اللي طويل هذا، غنخليوه فقط باش نعقدو في الاخير. هاد يعني اللي هي دائره دابا غادي نقسمها كما قلت قبيلات في النص، دائما كنحكم بهاد الصبيه الخيط من التحت. اذا دائره ها هي قسمناها في النص، دائما الخيط نحكمو في ندور جوج ديال الدورات باش ها هي ولات عندي نصف دائره نصف دائره. دابا غادي ندير طبيعه الحال في اتجاه المعاكس هكذا وهكذا، ها هما جوج. ملي درت هكا في اتجاه معاكس ولاو عندي اربعه ديال الربوعه كما كتشوفوا، اربعه واحد جوج ثلاثه اربعه. الوغ هادوك الربوعه حتى هما غادي نقسمهم في النص، حتى هما غنقسمهم في النص بهذا الشكل. اذا الدائره الاولى الدوره الثانيه، بقى لي ربع واحد نفس الشكل غادي نقسم. وفي الاخير غادي نعقد الخيط ديالي مع هذاك اللي بقى شايط من قبيلات. الله اكبر هكذا. وغادي نقطع الخيط اللي عندي فائض. اذا هذا هي الشكل ديال الثوم. انا غادي نكمل بهذه الطريقه ونعاود نرجع معكم في الاخير.
اذا بعد ما درت واحد الكميه غندير الكميه اللي بطبيعه الحال غادي نحتاج يا غادي تكفيني باش ندير الديكور، يعني غيكون بطبيعه الحال اكثر من هذا الشيء. انا فقط باش نوريكم الطريقه. غادي ندوز للتزيين ديالهم. انا هنايا عندي الصباغه ديال الضفار صفراء، وعندي هذه بحال تقريبا موف ولا غوز، ولا حنا كنعرفوا ان التون كاين اللي كاين الحمراء وكاينه البيضاء. الو غنحاولوا ما امكن نزوقوها. ناخذ حيطه واحد الدائره في الوسط، بطبيعه الحال ماشي من الجهه اللي عقدت، هذه الجهه اللي عقدت من التحت نو، بطبيعه الحال غنديرها في الواجهه ديالها. هاد الشكل هكا. ندوز نزينها بطريقه واحده اخرى. غادي ناخذ داك الصباغه اللي قلت موف ولا بحال غوز، وغادي نحاول نصبغها كلها باش تجي تقريبا بحال داك الحمراء. اذا هنا رجعت معكم بعد ما كما قلت لكم على جوج شكال، هادو جاوا على شكل ثومه حمراء وهذه ثومه بيضاء. دابا غادي بطبيعه الحال ما يمكنش ليا غادي نخليهم هكذا مشتتين، وانما غادي نجمعهم. الو باش نجمعهم خديت هنايا هاد الميكات الصغار ولا الميكات كبار اللي عندكم، هنا ثلاثه نفرهم بحال كنضفر الشعر. اول حاجه غادي نعقدهم من الفوق باش يعطيوني الطول، وغادي نبدا نضفرهم كما قلت لكم بحال كنضفر الشعر هكذا. نعاود نعقد بنفس الطريقه من الجهه التحتانيه. اذا كانت ميكا صغيره ميكا كبيره غادي تجيكم يعني غلط من هكذا، يعني غتجي ضفيره ضفيره. غادي نوريكم واحد الشكل انا صوبته قبيله، صوبته بميكا كبيره. انا غادي نشاركو معكم. هنا عندي مسدس الشمع اللي درته يسخن، به غادي نلصق هاد الثومات ديالي على هاد الميكا اللي ضفرت، يا فقط بحال نقولو سوبور. بهاد الشكل غادي ندير في القاع ديالها ماشي اللي صبغت بطبيعة الحال، وغادي نبدا نلصق هكذا. باش تجي بحال مزلقة. كندير حتى بالجوانب هكذا باش يتشادوا بيناتهم، يعني الثومات تجيني مشدوده بيناتهم بهذا الشكل هكا. وغادي نكمل كندير في كما قلت في القاع ديال هذه، وكنلصقها في هذه الميكا هكا، وفي نفس الوقت كنلصقها مع حبات، كنلصق حبات ديال الثوم من الجوانب هكذا، وغادي نستمر بهذه الطريقه. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال التوم ديالنا، جا بهاد الشكل هكا. هذا التوم الابيض انا علقته كما قلت لكم في الضفيره ديال الميكا اللي ضفرت، وهذا الاحمر انا صبغته بداك الصباغه باش جا مختلف نوعا ما. هادو هما الشكل ديالهم كيف كيجي رائع، من كيتعلقوا كيجي منظرهم زوين وما كيبانوش تواش شريناهم ولا يعني حنا صوبناهم بيدينا. غير جربوهم ما غتندموش. Thank you.
نتمنى الفكره ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها لما لا. يعني الواحد يعتمد على راسو يصاوب حوايج في دارو راسو، ماشي بالضروره كلشي خصنا نشريوه من الزنقه. وهكا نكون ما بقى لي الا نقول لكم شكرا على المتابعه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساونيش بلي لايك ولي كومونتير، وبطبيعه الحال مازال ما انضمتش للقناه تضغط على سبسكرايب صابوني او اشتراك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد قناه يوميات سيدتي. وشكرا لكم على انضمامكم لقناتي وعلى تشجيعكم يعني بتعاليقكم وبلجام ديالكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.